السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف بيس 2017 أوفلاين على موبايل أندرويد، تابعونا. رجعنا تاني، هنحتاج طبعا إننا نحمل تطبيق BBSSBB، وأنا شرحت إزاي نحمل التطبيق ده وطريقة استخدامه في فيديو، هسيب لكم رابط الفيديو ده في الوصف. وطبعا هنحتاج نحمل اللعبة، وهسيب لكم برضو رابط تحميل اللعبة في الوصف. هنروح للتطبيق، نروح للمكان اللي موجود فيه اللعبة، دي اعدادات داتا مفيهاش صعوبة يعني خالص. ده فيديو تقديمي للعبة، هنقفل الصوت. هضغط على ستارت عشان نعدي الجزء ده، نلمس اي زرار. هنا هنكتب الاسم، ستارت، اختار اي حاجة من هنا عادي، ننزل للآخر، دي قائمة اللعبة. اختار الفرقة اللي هنلعب بيها، دي إعدادات الماتش. نضغط على ستارت، كده الماتش بدأ. طبعا اللعبة جرافيكها عالي، كده يكون انتهى الشرح. اتمنى لو استفدتوا تضغطوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وياريت لو واجهتكم اي مشكلة تكتبولي في التعليقات.